تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول موضوع في الواقع يمكن أن نقول بأنه لا يطرح ولا يحظى بالاهتمام، وهو مرتبط بهذه الجائحة وبالظروف التي يعيشها العالم بأسره. هذا الأمر له علاقة للأسف سلبية على بعض في بعض جوانبها. هناك الآن ربما حركة احتجاج، حركة مطالب من جميع الفئات وفي جميع أنحاء العالم، والمغرب ليس استثناء في هذا الصدد، حتى يتم على الأقل تخفيف تداعيات وأضرار هذه الجائحة من الناحية الاقتصادية، أي من ناحية العمل بالدرجة الأولى والعائدات التي يمكن أن تأتي لكل الفئات نتيجة الأشغال أو الأعمال التي يقومون بها. سأتحدث عن الفنون والذين يعملون في هذا المجال. كانت هناك بعض الاحتجاجات الخافتة في عدد من المناطق، ولكن أبرزها كان في اليونان عندما خرج كل الذين يعملون في المهن الفنية، مسرح، سينما، رسم وما إلى ذلك، للاحتجاج على هذه الوضعية نظرا للإغلاق الذي حدث، والذي بطبيعة الحال شمل بالدرجة الأولى جميع الأماكن التي تعتبر الأساسية بالنسبة لعمل هذه الفئات، يعني مثل المسارح، دور السينما، قاعات الفنون، قاعات المعارض ومثل هذه الأشياء. نحن نعرف بأنه ببعض الناس يعتقدون بأن هذه مهن ربما أو هذه الفئات ليست بأهمية الفئات الأخرى التي تضررت مباشرة والتي تعمل في بعض الأعمال، ليس في جانب الفنون ولكن في جانب الأعمال. ولكن هذا التصنيف في الواقع أنا أجد فيه نوع من التعسف. لماذا؟ نأخذ المغرب على سبيل المثال. هناك في المغرب ثروات معدنية، فوسفات على سبيل المثال، هناك ثروات فلاحية وهذه مسألة لا تحتاج إلى شرح، هناك ثروات بحرية أي الصيد البحري وما إلى ذلك، وهناك أيضا تراث تاريخي وتراث سياحي، على الرغم أن قطاع السياحة تضرر أيضا الكثير، ولكن عندما نأتي إلى التراث الفني سنجد أن الضرر كان كبيرا، إلى حد أنه يمكن أن نقول أن هذا القطاع يعرف بطالة كاملة. وإذا جئنا إلى الفنون كفنون، عندما تقدم تشريحا أو تحليلا أو توصيفا لمشكلة ما، يجب أن تكون لدينا القدرة أيضا على تقديم تصورات كيف تحل هذه المشكلة أو هذه المسألة. إذا افترضنا بأنها ليست مشكلة ولكن هي في الحقيقة مشكلة حقيقية. نحن لدينا كما نقول سبعة فنون. هذه السبعة فنون تبدأ بالعمارة، ثم الرسم، ثم الشعر، ثم الموسيقى، ثم النحت، ثم الرقص، ثم الفن السابع وهي السينما، وبعد ذلك أبا الفنون وهو المسرح. السؤال الذي يطرح كالتالي: هل تبقى هذه القطاعات التي تمثل الفنون بصفة عامة تبقى في حالة بطالة، في حالة إغلاق إلى ما لا نهاية؟ أظن بأن ذلك في الكثير من التعسف والكثير من الظلم أيضا. على سبيل المثال نأخذ المسرح ودور السينما والرسم أو الرسم. فيما يتعلق بمجال الرسم، ماذا يضير إذا فتحت قاعات التي قاعات المعارض، وهناك عدد كبير جدا من قاعات المعارض في المغرب، ماذا يضير ويتم تنظيم الدخول إلى هذه القاعات كما يتم الأمر الدخول إلى المطاعم على سبيل المثال بأعداد
واحترام الإجراءات الاحترازية داخل هذه القاعات، وبالتالي يصبح المجال بالنسبة ربما بالعكس. أنا أعتقد بأنه إذا فتحت هذه القاعات وطلب من الذين يعملون في هذا المجال، أي مجال الرسم، تجسيد ما يعيشه أو ما عاشه العالم بأسره في خلال هذه الفترة الجائحة، ربما تأتي فعلا أشياء نقول ذات طابع جمالي على الرغم من المحنة التي يعيشها العالم. يعني الجمال في وسط المحنة، وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية وإيجابية جدا. ما الذي يمنع ذلك؟ إضافة إلى مسألة القاعات، ما الذي يمنع تنشيط الجداريات في المدن في خلال هذه الفترة؟ لأن مسألة الجداريات ليس فيها أي مخاطر، على اعتبار أنه فنان أو فناني أو ثلاثة أو أربعة في هذه الحدود يمكن أن يرسموا جداريات بدعم من المجالس الجماعية على سبيل المثال والبلديات، وبالتالي تتحول المدن خلال هذه الفترة إلى فعلا لوحات، وفي الوقت نفسه أو في الوقت نفسه تضمن أنه هذا القطاع يتحرك حتى ولو كان تحركا بطيئا. هذه مسألة. نأتي إلى المسرح أبا الفنون. حسب المعلومات التي المتوفرة فأن هذا القطاع أو العاملين في هذا القطاع تضرروا ضررا بليغا. لماذا؟ لأن كل المسارح أغلقت، وحتى القاعات التي توظف للمسارح أغلقت. ما الذي يضير في أن يقدم بطريقة، بطبيعة الحال الأمر يحتاج إلى دعم، تقدم أعمال مسرحية في قاعات مفتوحة، تقدم أعمال مسرحية في المدارس، في الكليات، في الأمكنة التي يمكن أن تكون هناك فرجة دون ضرر أو بالإجراءات الاحترازية أو بهذه الإجراءات الاحترازية. إذن بالإمكان أن يعمل المسرحيون وتوفير الظروف لهم من أجل المسرح والفنون بصفة عامة، السينما، الرسم، الشعر كما أسلفت إلى آخره، موسيقى، رقص، هذه ليست كماليات، هذه أصبحت جزء من حياة وحيوات المجتمع. هذه أصبحت مسألة ضرورية ومهمة جدا. أكثر من ذلك، من أكبر التداعيات التي تعرفها هذه الجائحة هو حالة القلق والوساوس، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد الاكتئاب. السؤال مباشر، ألا تساهم هذه الفنون في أساسا في الظروف العادية في تبديد هذه المشاعر، مشاعر القلق، مشاعر الوساوس، مشاعر حالات الاكتئاب؟ قطعا تقوم بذلك. إذن ما الضرر، أو بالعكس لا أقول ما الضرر، ولكن لنتأمل الفائدة الكبرى إذا استطاع هذا القطاع أو هذه القطاعات أن يتم تنشيطها. لا بد من الابتكار، لا بد من التفكير. عندما نتأمل مشكلة ما لابد أن نبتكر الحلول. فالمسألة عندما على سبيل المثال السينما، ليس دور السينما يمكن أن أيضا يراعى فيها هذه الإجراءات الاحترازية، وبالتالي تكون هناك فرجة، فرجة على صعيد الرسم، فرجة على صعيد الموسيقى، فرجة على صعيد الرقص، فرجة على صعيد المسرح، فرجة على صعيد السينما. عندما تتوفر الفرجة أكيد أن ذلك سيكون له دور كبير جدا في تبديد إلى حد كبير القلق الذي يساور الناس بسبب ظروف هذه الجائحة، الوساوس، حالة الاكتئاب، أكثر من ذلك العنف المنزلي. ولنقص على هذا الأمر، إذا كان هذه الإجراءات تفرض إغلاقا ابتداء من ساعة محددة 9 أو 8 مساء، ما المانع أن تكون هذه الأنشطة صباحية ونهارية خاصة في أيام العطلات؟ أظن بأن المسألة ليست مسألة قطاع هامشي، هذه قطاعات أساسية لها علاقة بالإنسان،
ويجب أن يكون الإنسان هو محور الاهتمام، ليس فقط في العلاج أو في المرض أو فيما إلى ذلك، ولكن الإنسان كإنسان. هذا رأيي وشكرا لكم.